السلام عليكم. اليوم غادي معايا ولا انا غادي مع الرئيس اسماعيل وما لا يعرفه. شحال ديما سيدنا جميع قلنا اليوم نصيدو نتو نصيدو انا وياه ان شاء الله. اخوان هذا الفيديو اللي لحقت شحال واحد يقول لي ما درتيش روكيرا مزيان. روكيرا هي الباك، هو الباك ما دخلش فيها الفليشه. علاش؟ حيت عندي صندو واحد والفيزي ديال 82 ماشي ديال الحوت غليظ. كان واحد واحد اليامات كنت درت واحد كوبين حتى هي الفليشه ما دخلاتش. كيكونوش معولين على الحوت الغليظ كما قال اسماعيل. ما كنكونوش معولين على الحوت الغليظ. من هذا المنبر قلت غادي نضبط له فيزي مليح ان شاء الله. غادي نخلي بدا ندخل فيها دافيد. دافيد قنديل دافيد سبب هذه الهضره هذه. واخويا راه تيهو كي ولا خو ما دخلش فيها الفليشه غادي يقول ما يدخلش. هاكا كضرب الفليشه كتوحل صافي ردك ما كتعرفش تضرب كاع وياه. حتى الفيزي ماشي شي فيزي مجد اللي غايدور في الحوت شويه مويه. لا فيزي مليح. فيزي مليح ولكن خصو جوج صندوق ديال الحوت الغليظ. المهم انا هادشي دبرنا على فيزي جديد زواون حتى نوصل للمصيب وغادي نوريكم ان شاء الله. غادي يعجبكم خليوها مفاجأة ان شاء الله. نطلو دابا فين غادي نطلو؟ نبداو في كيفيلد. كيفيلد ان شاء الله غادي نطلو في كيفيلد لان صافي غنتلاحو العموم بمشنا ندوزو السخيرات بوزنيقة ويا غادا حتى لدافيد. السلام عليكم الاخوان. الاخوان واحد سيلفي مع المشاش. واحد سيلفي الاخوان وصلنا لكيفيل. هانتوما كنا تشوفوه دابا ما كايناش شي صفوه، صفوه قليله شويه. شوف خاوي دابا بحال ما جاي دابا كيدفع ولكن باقا ما كايناش شي صفوه. غادي نستناو حتى يعمر شويه ديك الساعه نشوفو نتلاحو ولا بان صافي غنتلاحو. ما ماشي لنا غنبدلو مصيد واحد اخر. اخوان وصلنا للوسيو بان الماء زوين تبارك الله صافي. قلنا ما نعومو لا نعومو لا قلنا ما نعوموش نبدلو المصيد حيت كاين الفندق شويه هنا في الوسيو. شوف الصفاوات تبارك الله. شنديرو جاوي؟ دابا ان شاء الله غادي نهزو الطوموبيل وغادي نمشيو نمشيو واحد المصيد في الرباط. ياك من تما لقينا موس غادي نمشيو للعمق. ضروري خصك تبوانتي تما ضروري. شوف لا صافي نعوم تما ما كانش نمشيو لكيفيل. اللهم يسير امين الله وليهم بلاد. الله صالح الجهه ان شاء الله. الدراري اللي بداو غيبداو يتعلموا ان شاء الله اللي موس السنغال بغاو يتعلموا ان شاء الله غنجيبهم في هذا البلايا البلاصه الجديد شتي هو احسن بلاي. تكون فيها شي ميترون تكون فيها شي ميترون ولا جميتو ان شاء الله. دابا بخير يلا السلام عليكم. باي باي. الاخوان بالنسبه للمفاجاه اللي غنقول لكم هي هذه المفاجاه وهذا بسم الله. ها هو شوف ها هو شوف. لا هذا ما غاديش يزهق لي الحوت. شوف تبارك الله هذا باتو سنيبر 95 الولف هو هذا. عاد شريتو دابا شريتو الباح. شريتو الباح بدلت ليه الخيط كان فيه خيط خضر وبدلت ليه درت ليه خيط ديال سيكاسيب ديال 1.5 مليم ودرت ليه سيبونا ديال الكوبرو. مليح تبارك الله. دابا هذا غنبقى نهبطو معايا لدافيد ان شاء الله على حساب الحوت الغليظ. شمن عبارة هذا جاوب؟ هذا 95 95 اللهم بارك. مليح تبارك الله مليح. اللهم يسر اخي. الاخوان ان شاء الله غنهبطوا اليوم نصيدوا في كيفيل. السلام عليكم.
اخوان السلام عليكم. الحاصلة اليوم هي هذيك كما كتشوفوا شيليا كتسمك بحال الشرعو. هذه هي الشيليا، هذا الشرعو، هذا الشرعو، هذه حلامة، هذا سيبيا شفتوها، هذا الشرعو، هذا الشرعو. هذه هي الحاصلة اليوم اللي كتشوفوا. الله يجعل البركة خير تبارك الله. هذا كاين البحر اليوم اخي. ها كي كاين البحر، هو البحر شوية اليوم خدام، شوية كاين شوية الموج، شوية كاين شوية الموج. خليت محفوظ و عبد الرحمن ورشيد ياك باقي ما خرجوش. ياه ونتسناهم نشوفوا الحاصله ديالهم تا هما ان شاء الله. والله السلام عليكم.